هناك وجهتي نظر أساسية تجاه هذه الفكرة، فكرة إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد. وأعتقد أن من وراء الفكرة اعتقاد هذا وليس معلومة، أن السيد وزير الخارجية بومبيو هو من يملك هذه الفكرة. ولكن أنا أعتقد أنها الاتجاهين في أمريكا، الأول الذي يدعو إلى إعطاء فرصة أطول للسيد الكاظمي، والطرف الثاني الذي يريد يعني اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لإنقاذ ليس العراق فقط، وإنما لإنهاء يعني قدرة إيران في النفوذ داخل العراق وفي ملفها النووي، في يعني موقفها من رئيس دونالد ترامب. يجب أن نتحدث عن التوقيت والذي سألت عنه حضرتك. التوقيت هو قضية أساسية هنا في أمريكا نتيجة لسببين: الأول الثقافة الأمريكية المهتمة بقضية الوقت، وثانيا أن هناك انتخابات ولم يبقى إلا أشهر قليلة على هذه الانتخابات التي ستؤدي إلى وصول أحد الرئيسين أو الحزبين إلى يعني إدارة الحكم في الولايات المتحدة، وإلى اتخاذ الموقف الحاسم تجاه إيران واتجاه العراق بشكل آخر. لكن أنا أعتقد أن الطرف الذي يريد التأجيل والتأخير هو في داخله وفي عمقه هو من المؤيد للرئيس القادم المحتمل جو بايدن، والذي يريد اتخاذ القرارات الحاسمة والسريعة هو من يؤيد الرئيس دونالد ترامب وفوزه المحتمل القادم. هذين الاتجاهين هما اتجاهين حزبيين في حقيقتهم، يؤثران على السياسة الخارجية الأمريكية.